ما هي أفضل الطرق للاستثمار في العام 2023؟ بنحكي لك إنه اقتباس هام جداً، بيحكي إنه الكثير قد يستثمر والكثير قد ينوي الاستثمار، لكن من أصعب الأشياء هو كيف يبدأ المستثمر وبماذا يستثمر. هذه الأمور طبعا هي تكون مشكلة كبيرة لدى كثير من المستثمرين. وخليني هنا أدخل معك على مجالات الاستثمار. مجالات الاستثمار بنتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل، ولكن قبل ما أدخل في هذه المجالات بحكي لك من الضروري أنه أنت تشترك في قناتي وتعمل إعجاب لهذا الفيديو وتصحصح معايا في هذا الفيديو المهم جدا، وتعمل لي لايك الآن، وبعد خليني أشوفك بعد هذا الفاصل. وخليني أبدأ معاكم في مجالات الاستثمار. طبعا مجالات الاستثمار أعزائي المشاهدين والمشاهدات متنوعة. خليني أذكرنا على سبيل المثال، بذكر هنا أول نوع هو الادخار. يمكن حتحكي لي شو يعني بتقصد في الادخار، هل هو الاستثمار؟ لا طبعا بيختلف، ولكن هذا بنحكي لك هو مقدمة لمين؟ لموضوع الاستثمار. ليش؟ لأنه الادخار هو الوسيلة الناجعة والرائعة من أجل أنه أنت تحوش مبالغ كبيرة، تمام، ونهاية السنة أو نهاية الثلاثة السنوات ممكن تجد مبلغ هيك يعني مرتب وحلو، تمام، ممكن تبدأ في عملية مين؟ الاستثمار. عشان هيك بنقول لك موضوع الادخار هو موضوع مهم جدا من أجل الاستثمار، بل أنا أصنف أحد مجالات الاستثمار. واسألوا المستثمرين يا جماعة اللي نجحوا في يعني أعمالهم ومشاريعهم، دائما هم كانوا يركزوا على موضوع الادخار من أموالهم أو من رواتبهم أو من إيراداتهم، يعني جزء لازم، خلينا نقول لك 10% لا يقل عن 10% لازم يدخروا من هذه المبالغ. طيب خليني أصل معك للمجال الآخر، هو المجال العقاري. ممكن تستثمر في العقارات، وحكينا عن فيديو مفصل في هذا الشأن، تمام. ثلاثة، ممكن تستثمر في الأسهم. الأسهم مثلا طويلة الأجل، قصيرة المدى، أو متوسطة الأجل. طبعا هنا طبعا كل استثمار في الأسهم له يعني زي ما يقول شروطه وله معاييره، بالتالي لازم أنت تفهم وتفهم تفاصيل عشان تقدر تستثمر طبعا وما تخاف موضوع الخطورة. في هناك أيضا العملات الرقمية، في هناك أيضا الاستثمار بالذهب والعملات المعدنية. كثير من المجالات يعني اللي أنت ممكن تستثمر فيها، لكن عليك انتقاء المجال اللي هو بهمك واللي أنت فاهم فيه واللي عندك خبرة أيضا رائعة به عشان أنت ما تخسر أموالك في هذا المجال. وخلينا أناقش معك ما هي أهم أهداف المستثمرين. خليني يعني أركز على بعض الأهداف المهمة جدا. المستثمر شو هدفه من أنه يستثمر ماله؟ بنحكي يا جماعة، واحد هو دائما بيحتاج إلى عائد على رأس المال، أرباح يعني مثلا خلينا نقول ممكن شهرية أو سنوية أو دورية، بيحتاج إلى مزيد من الأرباح على مين؟ على رأس المال أو العائد على رأس المال المستثمر. أيضا اثنين، هو ممكن يحتاج إلى الأمان، بده يشعر بنوع من الأمان، يكون في عنده إيرادات على رأس المال اللي هو بيستثمره. أيضا خليني أحكي لك المستقبل، دائما المستثمر بفكر في المستقبل أو في الأفاق المستقبلية، بنظر لبعيد يا جماعة، أنه يستثمر ماله ويدير عليه الأرباح يعني والإيراد المرتب اللي بكون ممكن مثلا خلينا نحكي من 5 إلى 7%. إذا حكينا يا جماعة الأمان، أيضا وجود عائد على رأس المال، ينظر إلى المستقبل، وخلينا أحكي لك أيضا لا يحتاج إلى بذل جهد شخصي. دائما يعني مستثمر ليش بده يستثمر أمواله؟ من أجل أنه عدم بذل جهد، وهذا بنسميه الدخل السلبي، أنه يضع ماله في مجال يعني خلينا نقول شبه آمن، في إيرادات، وأيضا ما يحتاج إلى بذل جهد شخصي منه. هذا أهم الأهداف اللي دائما المستثمر بينظروا إليها. وخليني هنا أتكلم معك عن أول مجال ممكن أنت تستثمر فيه. أولا شراء العملات المشفرة أو نسميها العملات الرقمية، وأنتوا شايفين الكل اليوم العالم بحاول يستثمر في هذا المجال، لأنه ممكن مجال يوفر لك عائد على الاستثمار. وخلينا نحكي من أشهر هذه العملات المشفرة اليوم أو الرقمية، نسميها طبعا عملات مشفرة أو العملات الرقمية أو الافتراضية، واللي هي طبعا تشير إلى رموز ممكن إحنا نستخدمها، يعني نستخدم فيها رموز يا جماعة، بالإضافة إلى أيضا أنه هي بتشفر يا تستخدم يعني التشفير لتأمين معاملاتها. طبعا هنا بنستخدم هذه العملات وين يا جماعة؟ في شراء السلع والخدمات، أوكي؟ مهمة جدا إنها ممكن خلال تشتري السلع والخدمات، وأيضا بتوفر لك عائد على الاستثمار، ممكن يكون عائد كبير. والنقطة المميزة هنا ممكن يكون أعلى من مين؟ من مستوى الأسهم، يعني ممكن العملات المشفرة الرقمية لو أنت استثمرتها صح توفر لك عائد على الاستثمار بشكل كبير.
وخلينا نحكي هنا العملات الرقمية الأشهر في العالم هي عملة البيتكوين، يمكن الكل سمع في هذه العملة. عشان هيك بنحكي لك إذا أنت حبيت تستخدم يعني هذا المجال أو تستثمر فيه، يعني ممكن تطرق باب اللي هو العملات المشفرة أو الرقمية من أمثلتها البيتكوين. وخلينا أتكلم عن المجال الثاني اللي أنت ممكن تستثمر فيه أيضا، هو من العقارات. خلينا أحكي لك سواء شراء العقارات أو تأجير العقارات هو مجال رائع، حيث نشرت مجلة فوربس الأمريكية في تقريرها لأفضل طرق الاستثمار العام 2023 أنه من أفضل الطرق اللي ممكن تجني منها دخل واستثمار أو عائد على المال المستثمر هو الإيجار. يعني ممكن تشتري أنت يعني بعض المباني أو بعض الشقق يعني السكنية وتعيد تأجيرها لمين؟ للمستأجرين، وهيك أنت بتربح طبعا دخل شهري أو سنوي من خلال تأجير هذه الشقق السكنية. وإحنا حكينا عن بعض الأفكار في موضوع العقارات يا جماعة، كتير يعني تتنوع. يعني ممكن أنت مثلا تشتري عقار والله مثلا يعني خلينا نقول يحتاج إلى صيانة، تعمل له صيانة وتعمل على إعادة بيعه مثال. ممكن أنت برضو تبدأ من الصفر تبني مثلا عقار سكني وتبدأ في تأجير شقق سكنية وما إلى ذلك. ممكن تشتري مثلا عمارة سكنية جاهزة وتعمل على تأجير شقق وهكذا. يعني الأفكار كثيرة في هذا المجال، لكن بحكي لك يعني يحتاج إلى دراسة معمقة أيضا، ودراسة يعني عشان تتجنب موضوع المخاطرة اللي ممكن تكون ناجمة عن هذا يعني المجال. لكن بحكي لك مجال العقارات هو مجال مستقر ورائع، ونصحت به مجلة فوربس الأمريكية أنه يعتبر من أفضل المجالات الاستثمار العقاري. وبنيجي لخيار آخر يا جماعة، هذا مهم جدا لازم يعني تركز معي، لأنه هذا يعني أنا هيك بهديك هدية رائعة. موضوع أنه في منصات يعني خلينا نقول لك اللي هي إلكترونيك أو أونلاين أنت ممكن تستثمر فيها من خلال الاستثمار الجزئي العقاري. هذا بنسميه يا جماعة كيف، أنه مبلغك صغير، أنت مستثمر هيك على قد حالك ومعك فلوس يعني على القد تمام، وما بدك تغامر. فهي هذه المنصة مثل جراوند فلور وفند رايز، هذه بتوفر لك الاستثمار في العقار الجزئي، يعني ما بتمتلك العقار يعني بشكل كامل تمام حتى تدفع ملايين دولارات، لا انت ممكن تدفع مبلغ صغير يعني او ضئيل وتستثمر في هذا العقار. والاجمل من هيك بتكون لك حقوق الملكية الجزئية يعني خلينا نقول تمام، والحقوق مثل يعني حق اي مالك للعقار، يعني المالك الكامل بشكل يعني ملكية كاملة للعقار انت بكون لك نفس الحقوق والامتيازات. كيف يعني؟ بكون عندك تدفق نقدي شهري، ما في عندك متاعب، ما في عندك مسؤوليات إدارية، ما في عندك نفقات إدارية، ما في عندك رسوم، هذه كلها بتتحملها مين؟ المنصة اللي تدير هذا العقار الكامل. انت هيك يعني تهربت من هذه المسؤولية، لكن دفعت يعني مبلغ تستثمر فيه بيجيك عائد شهري او يعني عائد على الاستثمار، وهيك انت ريحت راسك من الوجع الكبير اللي بيجي من وراء طبعا الرسوم الإدارية والمتاعب والنفقات، ما بتفكر كتير، ترمي فلوسك وخلاص، وهي ايش تشتغل في المنصات زي ما حكينا يا جماعة جراوند فلور وايضا فند رايز، منصات مهمة جدا جزئية يعني تستثمر فيها عقار جزئي، وهيك انت بتريح بالك وما بتشغل يعني حالك. طبعا في هناك يا جماعة برامج الاستثمار الاصطناعي، تطبيقات بتوفر لك يعني بالذكاء الاصطناعي، بتشتغلها بتقنية الذكاء الاصطناعي، بتوفر لك أيضا إمكانية الاستثمار في موضوع العقارات، ابحث عنها، هذا خيار أوبشن جيد. في النهاية يعني في نهاية حلقتي أنا بحكي لك أنه لازم تخلي بالك عند الاستثمار أنه أنت تستثمر في شيء أنت بتفهم فيه، خلي بالك ممنوع تستثمر في مجال أنت لا تفهم أو لا تبرع به، خلينا نقول لو 80%. أوكي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لازم أيضا تخلي عندك يعني إمكانيات خلينا نقول هنا وهنا، يعني تنوع الاستثمار في عدة مجالات، يعني بنسميها تنويع المحفظة الاستثمارية تمام. يعني خلي عندك في العملات الرقمية، في الأسهم، في العقارات مثلا، في الذهب، في العملات المعدنية، في العملة الرقمية وإلى ذلك. يعني بدك تنوع المحفظة الاستثمارية حتى ما يكون عندك ريسك عالي، لأنه دائما يا جماعة بنحكي الاستثمار هناك ريسك عالي أيضا للاستثمار، طبعا على حسب نوع الاستثمار والمجال اللي أنت بتستثمر فيه، في مخاطرة، ولكن عشان أقلل هذه المخاطرة بحاول إني أستثمر في الأشياء اللي أنا بفهم فيها. أيضا الاستثمار طويل المدى في الأشياء اللي فيها استقرار نسبي وآمن، وأنا دائما بسمع عنها، والخبراء والمحللين الاقتصاديين دائما بخبروك عن أخبار الشركات اللي مثلا يعني دائما مستقرة ماليا ولها مثلا إيرادات ولها أرباح وإلى ذلك.
فبالتالي بدك تركز في هذا الموضوع. هيك أنا بكون يعني لخصت موضوع الاستثمار ومجالاته. لو حابين أنه نعمل حلقات أو مزيد من الحلقات ممكن يعني تكتبوا لي في الكومنت، ما تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتي، وإن شاء الله ألقاك في حلقات أخرى. دائما ادعمنا بمشاركة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.